ما نقولش لي هذا حطت عليهم في كسكسو، تيبان لي 100% حطت عليهم في كسكسو. شنو حبيبه ديالي؟ قلت لك ما تبغينيش درا والو، بلاتي اختي نسولوا لك عرفتي اختي بغيتي. لا اختي انا لا ما بغيتكش درا اختي، قول والله انا موافق. تاكد بلاتي بلاتي، واخا ما نعرفش واش بيني ليا. لا لا والو والو والو، والله ما كيغرني. والله اختي ماشي غرني داك الشيء اقسم بالله. شوفي حيدي لي سروالك شوي شوف. ولا حتى براسك خير هضر معاها انت مالك. شوفي شوفي انا راجلي تايقه فيه، الا جيت تشوفي راجلي انا جيت نتعرى. وسيروا الله يعطيكم غير العز، اما التل راكم غارقين فيه. بحال دابا هذا كيشرب الدمع عباد الله، وكيخسر الهضره وكيكسب وكيخلي ما تيهضر عمر ما حد. سيري طلع سروالك اصاحبي. انتم متزوجين؟ ايه متزوجين. زين اش قد اعماركم؟ انا 2004 وانت 2008. ممكنش التسعينات مساكن صعب، التسعينات مساكن مشى عليهم الحال صعب، يدا عليهم الحال اللي قال الشباب. اش هذا داير بابي الومنيوم في سنانو؟ اش هذا من نيتونيت؟ انا فعلا الراجل ما عيبو غاجيبو، هادي ما كذبو فيها. شنو هذا؟ بطا دي السردين. ولا 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 هي شو هذا فيك الموت؟ شوافة انت؟ شوافة؟ شوافة؟ ما فيها شنو زعما؟ شتا تقرا لي الفيلة تقرا لي الكارطة تقول لي جبتي قاع قاع الزلافة؟ واش مريض؟ واش مريض؟ الموتيلة اللي تركبو فيا الموتيلة اللي بغيتك، بغيتك تنعس ما تعاود تفيق، بغيتك تغمض عينيك بقاو مغمضين باش ما يتلصقولك. لا فات جي كنت بالي غاكو شو يا منى. ممكن اخذ معكم لقاء؟ تاخذي عمري كله يا لهوي. مبروك عليك. الحاج باقي زهواني يا خويا. شنو؟ بتخش القلب من غير ما تستأذن حبيبتي. ايوه حبيبتي حبيبتي. متزوج فاش تولي عندي 25 عام؟ مصاحبة؟ لا. مخطوبة؟ لا. يدير متقوبة؟ ما عرفتش. بومس نجيبو هواي؟ نجيبو فين انت؟ ديال الحامض. ايه
الا عرفتي شنو ناخذ بومس اللي تهضر ولا شويبس شويبس كتعجبني داك شويبس انا تعجبني كتخرط ليا بصافي شري لي هواي شويبس واخا كتسميتو وين الهواي زات هاد الفلتر كيوريك وجهك لمن كيشبع هاد الوجه البشوش شمن حيوان كيشبع لي صراحة شبه لاسك حلوفة الله يلا شبه لاسك يقرب لي ليفا ياك تعلل نوض تصلي يلا نوض متحمق ليش الله يبقى قطر جلال من قوال وحق الله والله الله يصاب الله يصاب الله يصاب وصافي أمور أمي أمور أمي صراحة كان عادي بويل ونعوس من المغرب ويخسروا كاع صافي البيتزا في الباستيشو قصرية ديال الباستيشو في عصير في التمر صافي والحوت والحوت هادشي كله فطر متواضع بزاف اخويا هاد الجوج هادو في الباستيشو واش داك اللي عنده يا لطيف يا لطيف كنت تاكل لحم خضرا صح هادي ما عطاش من جوده فيها هادي دي ديال سبعة الريوس ولا شنو انت بتتنمر عليا لا لا حاشا نسي شوفك النمر يهرب انت عايشة فين؟ ليه عم تتنمر علي؟ الله خلقني هيك اش من خلقك هيك وش انت منفخاهم غدا لما تموتي بتلاقي عذرين كده بيعطيك قتلة على شيء هي الأولى عادي تحاسب معاكي الصراحه والله ما عرفت علاش هاد الناس هادو كيعطيهم الله واحد الخليقه زوينه وتيبدا ينفخونا وينفخونا 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 حتى تيخسروا هذيك الخليقه اللي عطاهم الله توليو بحال واحد فيغا فيغا كاملين غير تيخربوا الا بغاو يشوفوا القصيرات اللي تيهضروا عليهم يمشيو للبواطا يشوفوا القصيرات ويمشيو للمقاهي ديال السيسه ويشوفوا القصيرات ويشوفوا القصيرات في الشوارع شنو دايرين اللي كيجيو هما يهضروا عليهم شاب عاد بان لهم يوسف ويوسف هذاك يعبر على الرأي ديالو ورا طول حياته كيعبر على الشارع على حومته على الأغاني ديالو كلها كيهضر على الحومة على الناس هذا العالم بأسره تيغني شابوه غير هو راه كل شيء تيغني كل شيء تيطيح الهضرة باش لقاو غير يوسف هما كيغنيو لا مغاربة ولا أوروبيين ولا كل شيء تيغني وما كانش تنبت يهضر معاهم كاملين غير تيخربوا إلا بغاو يشوفوا القصيرات صراحة ما بغيناش اليوم هذا الحكم هذا نكتبه والله والله ما بغينا اليوم هذا الحكم هذا دابا واحد الانسان يلا قال غادي نقد راسي ونقد والدي من الفقر ساعة مسكين جابها في راسه قلت راه شحال من واحد كيخسر الهضره وكيساب وكيعاير وكيهضر على هادي ولا هذا وكذا وكذا وما داروا ليهم والو واحد طالع تيشرب وتيكمي قدام عباد الله وقدام الجمهور وتيسب ويخسر في الهضره وتيدير ما هضر مع التحت وهذا مسكين اللي الله بادي الرسول وديما في الصراحه كتجي غير في الدرويش